أهلا بكم محبي مسلسل بيت الزل، إليكم ملخص الحلقة 20. عادل يأخذ أروى ويذهب إلى الخارج لكي تعمل أروى العملية. يمضي عادل على الأوراق العملية وبعدها يرجع للبيت وتكون أروى قد عملت العملية. فجر تسلم على أروى ولكن أروى ترد عليها بوحشية. فجر تعتذر لنجود لأنها تصرفت معها بطريقة سيئة وتحكي لها نجود أنها حزينة جدا على وضع يعقوب. عليا تقابل ناصر ويطلب منها أن تعطيه المال ولكن عليا ترفض ثم يسرق لها شنطتها ويهرب. نجيبة تقابل ياسين وتطلب منه أن يخطب ابنه فهد مقابل 100,000. ياسين لا يقبل ولكن نجيبة تخبره عن فجر أن لن تساعده ولن يحصل عليها. وبعدها يوافق ياسين أن يخطف ابنه وبالفعل يتم ذلك وتساعده كريستيانا وتخرج فهد لأبوه. عليا تفقد ابنها وتصرخ وتشك بالجميع أنهم خطفوا ابنها. وبعد ذلك تأتي رسالة لعلياء أنهم يجب عليهم أن يدفعوا مبلغ مالي لكي تسترجع ابنها. عليا تخبر عادل عن ذلك ثم يخبر عبد المحسن ويجتمع المال لهم ثم تطلب عليا من عواد أن يذهب معها. تحط عليا المال في المكان المتفق عليه وترجع. وبعدها تذهب نجيبة وتأخذ